السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الوصفه، وقبل ما نوجد معكم هذه الوصفه ما تنساونيش من الاشتراكات ديالكم، واللي اول مره كيشوف القناه ديال احلام خديجه تي في ما تنساوناش من الاشتراكات ديالكم، وتعالوا كيكونوا محفزين باش تشجعونا دائما نجيبوا لكم الجديد ان شاء الله، وتعالق ولايكات لايكات لايكات باش يوصل اكثر عدد المشاهده فضلا منكم وليس امرا. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي ندير معكم هذه الوصفه هذه. ودابا دوزوا معنا ان شاء الله. عندي هنايا كما كتشوفوا، وهانتم العين باش غادي تشوفوا شنو غادي نصاوب معكم اليوم ان شاء الله يا ربي. انا كنت بديت نصايب، قلت علاش ما شاركش معكم هذه الوصفه هذه؟ علاش لا؟ عندي هنايا الورقه ديال الصيله، انا قطعتها هكا على جوج، انا جبت غير الحجم الصغير كيجي زوين حتى من الكبير، هو اللي كنا نخدم به انا. غادي نجبد غير واحد شويه وشي الاخر نخليها باش ما يبردش. غادي نشوف الجاليه الحرشه هي اللي غادي ندير فيها. هنايا عندي فرماج ولا جبن محكوك، وهنايا عندي كاشير. نتوما يمكن لكم ديروا اي حاجه كانت عندكم متوفره في الدار، اي حاجه كانت عندكم يمكن لكم ديروها. ودابا غادي ندمج مع البريوة ديالي على هذا الشكل هذا، وكنظن ما كاينش اللي ما كيعرفش كيفاش يجمع الورقه ديال البريوات كما شفتوا. هادو كنديرهم بزاف رمضان، اليوم صراحه تشهيناهم، وكان عندي شويه ديال الفرماج، وكان عندي شويه ديال يجيو بحال هكا. ها نتوما هادشي اللي حنا عارفين، كنعرفوا كلشي. انا اي حاجه كنبغي نديرها راني كنبغي نشاركها معكم، وهادشي اللي كاين المتابعين ديالنا ايوا بقاو معايا حتى تتبعوا تشوفوا هاد البيوات هادي كيفاش غادي يجيو ان شاء الله. كما كتشوفوا المقادير بصح ماشي شي حاجه اللي هي كثيره اللي درتها في هاد البيوات ديالنا، المقادير قلال. هانتوما كيفاش كيجيو. ايوا غادي نكمل المتابعين ديالي هكا بنفس الطريقه. سمحوا لي راني نسيت، وقول لي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كاين شي متعاود؟ كاين شي مدار؟ كاين شي مشاهدات؟ كاين شي برد؟ ونتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، هذه اهم حاجه، والصحيحه والسلامه هي احسن حاجه تكون عند الانسان. هانتوما كيفاش كتجي؟ ايوا المتابعين ديالنا قبل هكا بنفس الطريقه، ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما ننسى اليوم هكا، دابا حنا عارفين الطريقه كيفاش كنصاوبوا البريوات ديالنا. انا كنبغي نشارك معكم هكا اي حاجه كنديرها كنبغي نشاركها معكم وصافي. دابا نوجدوهم رمضان ان شاء الله، نسجلوهم ماشي نوجدوهم، هما راه ناكلوهم ان شاء الله دابا، كنستنى واش ياكلوهم ان شاء الله يا ربي. غير زعما نسجلوهم رمضان ماشي نوجدوهم، اما نوجدوهم راه مشكل باش نخليهم حتى رمضان، من دابا حتى رمضان. دابا غادي ندير لهم واحد البراد ديال اتاي، ايوا غادي نحطوهم ان شاء الله سخان يا ربي. وهانتوما معايا المتابعين، هانتوما معايا، وهانتوما معايا، وشجعوا احلى اختكم باش تجيب لكم باش توصلوا لاكثر عدد المشاهده. نتمنى من الله تكونوا خفافين على قلوبكم، وشكرا لكم اللي كيدخلوا عندي، شكرا بزاف، كنشكركم والله العظيم، الا كنشكركم من القلب الصراحه بالله. ودابا غادي نخليكم هكا، وحتى نسالي ان شاء الله ونرجع معكم بعد ما نسالي هادشي هذا. ايوا دابا المتابعين ديالنا العزاز، بعد ما صايبتهم هكا كلهم هانتوما كما كتشوفوا، دابا غادي ندوز باش غادي نقليهم، ما غاديش نديرهم في الفران، هما اصلا كيجيو مفرط زوين، ولكن ما شاء الله غادي نديرهم غير هنايا.
زيت ديالها هو سخن، دابا غادي نخليو بيتي يتقلاو ان شاء الله ونرجع معكم بعد ما يتقلاو لينا باش غادي نحيوه ما شاء الله. ودابا المتابعين ديالنا بعد ما طابوا غادي نحيدو هانتوما كيفاش كيجيو. ودابا غادي ندير عاوتاني الاخرين، ودابا غادي نخليهم يطيبو ما ديالو يطيبو باش نجيو نعمر معكم بيتي ان شاء الله وانتم معنا. ودابا كما كتشوفوا بعد ما قليت البريوات ديالي دابا غادي ندوز معكم باش غادي نعمر واحد البلد ديال اتاي فاعل تالف ان شاء الله يا ربي. غادي ندير ثلاثة ديال السكرات، دابا غادي نخليه يتجهد ونجيب شي كاس من برا. هادي ديالنا كخيط جحاط، غادي نجيب الطبسيل هذا باش غادي ندير فيه الفاكهة، قولي كاينة شي كذابة ولا والو عبروا ليا، قولوا ليا الصراحة، نحاول نخلص هاد الفاكهة. هانتوما المتابعين الفاكية، غادي نجيب هاد السيني ديالي، غادي
تيدي ما وجه حر سخن ودابا يا المتابعين ديالنا كما شفتوا هكا الصور ديالي وجد كما شفتوا ها نتوما ما كاين ندير شويه ديال الكرواسه هنا كاين الفاكهه وهذو هما البريوات اللي وجدت معكم ها نتوما مقرمشين ما نقولكمش عليهم كدايرين غادي نسمعكم شي وحده وتشوفوا ها نتوما كيفاش كيجي مقرمش ها نتوما ها نتوما كيفاش كيجي من الداخل المهم كانت هذه هي هذا هو الكاسكروب ديالنا نتمنى من الله يعجبكم هاد الكاسكروب هذا دابا غادي نجلس معكم غادي نشارك معكم واحد الكويز ديال اتاي ايوا نتوما كتشوفوا راني غير بوحدي هنايا دابا هادو كلي ما كيبانوش راهم ما كيبانوش ايوا اللي كيبانو راه ما كاينينش المتابعين ديالنا صراحه هذا هو البرد هذا هو البرد هذا هو الكاس ديال اتاي سخون هكا هو اللي كيسخن في هذه الوقيته ديال البرد المهم راه ما نقولكمش البرد موجود الحمد لله هذا العام غير الصراحه الشتايين ما كايناش الله يرحمنا وصافي هادشي اللي كاين المتابعين صراحه الفعيل ديال الناس اللي ولا الله يسر ما كلشي ولا خايب الله يحضر السلامه بسبب الفعيل ديالنا باش هاد زعما ما كايناش الشتا وداكشي بسبب الفعيل ديال بنادم الله يهدينا طريق مستقيم وصافي نروح الكويس ديال اتاي سخون المتابعين راح الكويس دايزو الكلام نتمنى الله يعجبكم هاد الفيديو صراحه والله العظيم الى هاد البريواج جاو رائعين تبارك الله شي ضروري احسن نقلبوا على شي مقادير اللي ما كاينينش وشي حاجه مهم باش ما كنقضيو ولكن صراحه الله والله الا جاو واعرين انا ما كنديرهم في الفران اليوم عكزت شويه بغيت نديرها في المقله ولكن حتى في المقله جاوا رائعين والله العظيم ايوا هنايا غادي نخليكم المتابعين ديالنا من الجبا غادي نخليكم ونتمنى الله يعجبكم هذا الفيديو ما تنساوش اللايكات ديالكم وتعليقكم محفزين باش تشجعونا دائما نجيبوا لكم الجديد ان شاء الله يا ربي وبكم وجهد الله غادي نوصلوا ان شاء الله يا ربي ونتمنى من الله نكونوا خفيفين على قلوبكم ونكونوا خفاف خفافين هكا يعني خفاف ظراف كما كيقولوا والله يجعلنا محبوبين عند الجميع وهادشي اللي كاين المتابعين ديالنا ايوا واحد اللويزه هنايا المهم انا صراحه كنحمق لي فاكهه كنحمق عليها ايوا هادشي كاين المتابعين ديالنا ودابا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر انا غير واحده غير عاونوني دعمونا راني كنحتاج الدعم ديالكم الصراحه والسلام عليكم.